نقار ينضم إلينا مراسلنا سلامة سرهيد، مساء الخير سلامة. الكميات المتساقطة للأمطار، كيف يبدو المشهد بمحافظة ديقار؟ شاهدنا قبل قليل غرق لسوق شيوخ، ماذا عن باقي المناطق؟ لم تشهد المحافظة منذ فترة طويلة مثل هذه الأمطار التي مرت هذا اليوم وخلال الأسبوع الماضي. من أكثر الأقضية التي تضررت هذا اليوم في محافظة ديقار هي قضاء الوحود الذي شهد غرق في كافة المناطق، حيث مثل ما شاهدتم الصور التي تداولت أنه طلاب المدارس ذهبوا بواسطة نقلهم بعربات وغيرها لعدم تمكنهم من الوصول إلى المدارس. أيضا من الأقضية المتضررة جدا لحد هذه اللحظة وايضا اثارها لا زالت منذ اسبوع ولحد الان وزادت الاثار هذا اليوم هو قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظه ديقار، ايضا غرق لكافه او اغلب مناطق القضاء الذي يشهد تدني في البنى التحتيه والخدمات في القضاء، حيث اغلب المناطق هنالك مواطنين تناقلوا بعض الصور او من خلال الاتصالات التي اجريناها معهم انه بعض المنازل تم دخول مياه الامطار اليها ومياه الصرف الصحي. هنالك يعني مشكله او مشاكل خدميه عده في قضاء ايضا قضاء الشطره سجل تراجعا كبيرا في الخدمات، وبالتالي ايضا غرق للشوارع العامه والمناطق السكنيه وللطرقات، كذلك بسبب مياه الامطار التي تساقطت كثيرا هذا اليوم. ومنذ اسبوع من الان شهدت محافظه ديقار موجات مطريه كانت شديده، لم تتمكن الدوائر المعنيه من تلافي هذه المشكله بسبب تدني البنى التحتيه، عدم قيام الدوائر المعنيه باجراء التنظيفات والصيانه اللازمه في مياه لمجاري الصرف الصحي، مما ادى الى تفاقم الازمه، وبالتالي عندما سقطت الامطار تسببت بازمه جدا كبيره داخل محافظه ديقار. مدينه الناصريه هي من المدن الاخرى التي تضررت، المناطق البعيده او اطراف مدينه الناصريه ايضا شهدت غرق في المناطق السكنيه والطرقات. كيفية دخولهم إلى المدارس؟ قبل قليل طبعا أعلن مجلس محافظة ديقار تكوين مدير عام تربية ديقار بإعطاء العطلة وعدم هذه بسبب صعوبة وصول الطلبة والتلاميذ إلى مدارسهم. كما أخبرنا مصدر قبل قليل مجلس محافظة ديقار أن أعضاء المجلس حاليا يبحثون تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في كافة أنحاء المحافظة. كيف هي الأجواء والشدة المطرية حيث تتواجد؟ يعني مراسل التغيير من ديقار كان يقول بأنه الجهد الآلي والبشري لا يزالان يعني مستنفران أو مستنفرين حتى اللحظة، ماذا عن صلاح الدين؟ نعم، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة التغيير الفضائية. بكل تأكيد محافظة صلاح الدين شهدت هذا اليوم موجات لزخات المطر، وبالتالي أثرت على حركة التنقل بين المناطق، بالإضافة إلى ذلك أن جميع مدن محافظة صلاح الدين تأثرت بموجات المطر في ظل تردي البنى التحتية، وكذلك موجات المطر التي أثرت أيضا على حركات التنقل. أيضا محافظة صلاح الدين وجهت تشكيل خلية أزمة للتعامل مع موجات المطر، خصوصا في مناطق شمال محافظة صلاح الدين تحديدا قضاء الشرقاط، وكذلك الجسور التي تمتد بين ناحية العلم ومدينة تكليف، وكذلك المناطق الأخرى وجسر الفتحة التي أيضا توقفت عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة. كل ذلك حقيقة أن اليوم موجات المطر قد كثفت بالنسبة للمشاريع الخدمية، وهناك امتعاض شعبي كبير أن الخطوات الحكومية أداء موجات المطر تقتصر بإعلان العطلة، وهذا بكل تأكيد ليس بالحل الاستراتيجي للأزمات السنوية التي تعانيها عموم مدن محافظة صلاح الدين، وهي تأثر بموجات المطر، وبالتالي الخدمات والمشاريع البنى التحتية ما زالت حتى هذه اللحظة خجولة أمام ما يمر به أبناء المحافظة، خصوصا وأن محافظة صلاح الدين لم تشهد موجات كبيرة للأمطار، وبالتالي هي تتأثر بأبسط زخات المطر، وهذا ما يؤكد أن اليوم المحافظة بحاجة إلى مشاريع استراتيجية، خصوصا مشاريع البنى التحتية، مشاريع المجاري. اليوم أغلب الأحياء السكنية قد غرقت بمياه الأمطار، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة جدا أمام حركة تنقل المواطنين، وكذلك أيضا وقفت طبيعة الحالة العامة في بعض الأحياء السكنية التي أيضا لن يستطيع المواطنين الخروج منها، وحتى بعد سقوط الأمطار سيكون ربما أكثر من أسبوع دون أن يتمكن من الخروج من هذه المنازل بفعل الخدمات المتردية.
ابقى معنا يا وسام. ننتقل إلى محافظة ديالى، ومنها ينضم إلينا مراسلنا حسن الشمري. مرحبا بك يا حسن. الموجة الأخيرة للأمطار، هل ثمة ضر مس مناطق محافظة ديالى؟ مساء الخير جميعا على اعزاء المشاهدين. اليوم كميه الامطار اللي ساقطه في محافظه ديالى بكميات كبيره لغايه الساعه من الساعه الرابعه عصر ولغايه الان كميه امطار غزيره سقطت في محافظه ديالى وتجاوزت ال 58 ملم. هنالك ايضا استنفار لجميع الجهات الحكوميه اللي سحب هذه المياه لا سيما المناطق السكنيه التي اغرقت بالكامل بسبب يعني البنى التحتيه المتهالكه وبسبب عدم وجود مشاريع لسحب هذه المياه او تصريف هذه المياه المشاريع دي منذ عشرات السنين. الوضع العام في محافظه ديالى يعني بصراحه اغرق، يعني اغلب المناطق اغرقت بالكامل واغلب الشوارع الرئيسيه كما ترى خلفي يعني صعدت المياه بمستويات عاليه، لكن هنالك ايجابها استنفار عام من قبل جميع الدوائر الحكوميه سواء بلديه او دائره المجاري، لكن الكميات التي سقطت ومتوقع ان تكون هنالك سيول بكميات كبيره تكون قادمه من الجانب الايراني باتجاه مناطق قزانية ومنجلي. هذه الامطار عززت ايضا من ايجابياتها بان عززت الخطه الزراعيه المفروضه في محافظه ديالى، كانت محدده باكثر من 220 الف دونم للخطه الزراعيه الصيفيه، لكن هذه المياه ستعزز الاكتفاء الذاتي خلال الخطه الصيفيه، واحتمال حسب مقتصرين ستكون هناك اكثر من 300 الف طن من انتاج الحنطه والشعير لو استمرت هذه الامطار ليومين قادمين.